سلامك درتو بخير الصحيحة لوليداتي مالين الدار كل شي صافة. اليوم فيديو جديد على قناة أحمد بزوتي، خليو واحد جيم وأبني وفرجة ممتعة. خوتي السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أحمد بالزوط. اليوم إن شاء الله رسمة جديدة، غرسم خونا والصديق ديالنا الأستاذ يوسف، المهم خونا يوسف من الأصدقاء اللي ربحوا في المسابقة اللي كنت درت، وهو إن شاء الله رسمة الثانية اللي غادي نرسمه اليوم، وما زال رسمات أخرين كل أسبوع غادي نحط رسمة في هذه القناة. هذه غادي تكون غالبا نهار السبت من العشية، وتقدر تكون شي حاجه اخرى في السيمانه من غير الرسم ديال البورتريات، تقدر تكون شي رسمه ديال تقدر تكون شي رسمه ديال شي شخصيه انيميه ولا شي رسوم متحركه مع دوك الشخصيات، مع دوك الرسوم اللي كنصاوب. المهم على حسب كل مره شنو غيكون في السيمانه خوتي. المهم دابا راحنا ان شاء الله في الاسبوع الثاني من رمضان، داز الاسبوع الاول الوقت كاين كثير، المهم كاين اللي استغل داك السيمانه اللي دازت والوقت اللي داز، كاين اللي تعلم شي حاجه جديده كاين قرا شي حاجه جديده في المهم، وكاين اخوتي اللي عاطيها للناس والشخير. نتمنى ما تكونوش من هذا النوع هذا اللي عاطيها للناس والشخير والماكله، حيت دابا ما كاين غير مع ما كاين رمضان وهذا الحجر الصحي، الواحد اللي بقى عاطيها للناس الماكله راه غادي يتبطبط. المهم كاع حتى لما لقيتهم ها يدار ما يدار، عاونوا مالين داركم في الشغل ديال الدار، دخلوا للكوزينه عاونوهم في داكشي اللي كيطيب وداك المسمن المخمر المجمر هذاك الشيء كامل، المهم عاونوهم غير هو عندكم تفرقعوا ديك الكوزينه شويه تبركوا على شي بطونه ما عارفينش اش كتصلح وتصدقوا خارجين على العالم. المهم ردوا بالكم وصافي ونبقاو اخوتي مع الرسمه. المهم كما العاده كما كنديروا في اي رسمه، اول حاجه كنديروا كنرسموا الخطوط الخارجيه كنكادريو الرسمه، من بعد كنرسموا داكشي اللي لداخل كنرسموا العينين النيت الموشطات الودنين داكشي كامل، ومن بعد غادي نرسموا المونطور ديال خونا يوسف المونطور واخر مرحله هي مرحله ديال الفينيسيون عمليه التسليل باش الرسمة تبان أكثر واقعية وتبان قريبة للرسمة الحقيقية للصورة الحقيقية. وهادشي ما كان، نخليكم مع الرسمة. خوتي كما كتشوفوا الفيديو سهل، المهم قبل ما تمشيو قبل ما تنساو خليونا معكم واحد جيمون واحد ابونيون، ولا كان شي ملاحظه ولا شي اقتراح ولا شي حاجه جديده بغيتو نديرها خليوه في لي كومونتير وتهلاو.